كنقول داكشي اللي كاين ان هاد الحج هذا ملي كتخسر فيه ديك 7 مليون وخليتي الجار ديالك جارك كيموت بالجوع ولا خليتي ولاد خوتك كيموتوا بالجوع هذا ما تيتسماش حج هذا لا يسمى حجا كاين اللي كيخلي الحج حدا دارو وكيمشي للمشاكل لان الحج كظاهره تبدلات حنا ما غنهضروش على التاريخ ديال الحاج والتاريخ ديال الكعبه والتاريخ ديال كيفاش تشكلات وهادي وانما غنناقشوا اليوم الظاهره ديال الحج اليوم شفت واحد لا فيديو صراحه خلاتني انني نتشوقه هاد لا فيديو شنو هي مجموعه من الناس مشاو للحج حدا الكعبه يا حسره يتدافعون فيما بينهم من اجل انهم ان يقبلوا الحجر الاسود وكاينين العيالات تما شتهم بعينيا في لا فيديو كاينين ناس كبار في العمر وكيتصاحنوا تما مساكن وباش نتسمى انني شعطيت 7 مليون ومشيت نحج في التكرفيص وخليت الحج حدا داري وخليت الحج من خلال انني نعاون ابناء المجتمع ديالي باش يزيدوا لقدام هاد السياحة الدينية اللي اتخذتها السعودية من بين الوسائل الأساسية في نموها الاقتصادي إلى جانب النفط ولا هادوك الفلوس اللي كيديو المغاربة للكعبة ولا للحج باش يعمروا الخزينة ديال السواعدة راه كيجيو بهم السواعدة لمراكش وكيمارسوا بها ديك الدعارة حنايا كنعطيوهم الفلوس باش يجيو عندنا يترفسوا على بلادنا ويشوهوها يعني ماذا صراحة الله هاد المسألة هادي كتجي من بعد مجموعة من المشاكل الأخرى لأن الحج رجع تجارة رجع كوميرس رجع بان مجموعه من المافيات كيبيعوا ويشريوا فيه البزنيس والناس في دار غافلون النهار يفهموا الناس